وطلبنا السدرة كان هدفي العيلي والعشرة حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب جوزنا وهدية الحكاية أما رايحة وأمي جاي طلعت لي قصص خباية وشي مو محسوب جوزنا وطلبت السدرة كان هدفي العيلي والعشرة صبيعي العشرة مش عليك انت بقلبي جوا وبرا قلبي بتضلك تفهم كلماتي والنظرة بتفهم كلماتي والنظرة بس بالمقلوب جوزنا وطلبت السدرة كان هدف العيلة والعشرة حبيتها من أول نظرة ما رايحة وأمي جاي طلعت انتي أغلى شي بحياتي يا ما الكلمة بس عندي شغلي ورفقاتي يا ما شرح كلمة قالت لي تكرم يا حياتي ومن وقت خصوصياتي ما شفت بنوب أنا تعبان شو بكي؟ أخذك على الدكتور؟ في لا. حرارة؟ ما في شيء شو في روح؟ ما فيني شيء بس أنت متذكر إنه بكرة عيد الأمة؟ عيد الأمة؟ إيه زكي طب معناتها بكرة بتنزل على السوق وما بتسترخيص وبتجيب هدية مرتبة ونفس الهدية بتهديها لماما بتجيب نفسها لأمك هلا هيك يعني فيقتيني من نوم عشان تقولي لي هالمعلومة ما بتأجل هذا الحوار لبكرة؟ لا ما بتأجل لأنه بكرة أنا في أنت بتكون بالشغل وما بحس لك على التليفون لهيك أوعك تنسى خلاص خلاص حبيبي تصبحي على خير بكرة عندي شغل طبعا حبيبي رح تنام لك أصلا أنت كل حياتك ما رح تقدر تعرف شي يعني إحساس بالأمومة ما رح تعرف قيمته أصلا كل اللي بتعرفه أنه لازم تاخد هدية لأمك لا حبيبي هذا الشعور شعور كتير إله قيمة انت مو متخيل قديش الوحدة حلو تصير ام ماشي يا قصي خليك نايم اليوم عيد الام يا استاذ ها ان شاء الله كل عام وانت بخير والوالدة بخير وان شاء الله السنة الجاية شوف على حدنك ولد يسر قلبك يا رب وانت بخير يا ابو عبدو انت بخير منيح ذكرتني لك حدا بينسى عيد الام شو هالشغل هذا بدي قاعد امي ولا تنسى حماتك استوذ لانه بتروح فيه عارفه ها ليش انا بسترجيه خروق انا خروق يا استوذ قبل ما اجي لهون رحت لعند حماتي قلت لك كل عام وانت بخير بس لا ايد بعدين اجيت لهو تذكر بدك شي استوذ عملنا شاي حاضر استوذ يرضي الله عم يزاد الزاد الو شلونك ماما شو اخبارك حبيبتي إن شاء الله كل عام وإنتي بخير والله يديمك فوق راسي تسلمي لي يا عمري روحي من هلأ ها هاي مو محسوبة جاي المساء أنا ورولا لعندك أمرك روحي شو توصيني حاضرين المساء بكون عندكم الله معك يا عمري الله معك الله معك
الحمد لله أبو عبدو ذكرني بعيد الأم. ألو؟ أهلين بيبي، عايدت أمك؟ إيه عايدتها روحي. كتير منيح. وماما؟ أمك؟ لا والله هلأ كنت بدي أقلها. لكان أمي بدك تنسى تعايدها. اسمع شو، هلأ بتسكر وبتروح تتصل فيها وبتعايدها، والهديتين اللي تقالي اللي مثل بعض لا تنسى تجيبون. باي باي. أدق عايد حماتي لأن هي سبب سعادة حياتي. بونجور مامي، كل عام وانتي بخير. توقفشيني عن جد؟ لك شفتي قصي شو بيحبك. بس ليكي ماما، هي المعايدة مو محسوبة؟ بدي اجي انا وياه لعندك ونعطيك الهدية بالبيت. لك طبعا محرزة لكن شو؟ لا تخافي. ماما عم بندق الجرس، ليكي برجع بحاكيكي. يلا باي. حالي بيجي على بكير وبسلم عليكي قبل ما تلتهي بالمعايدات، لانه بعرف انه اليوم عيد الام. ايه والله يا حبيبتي، هلا بس بده يجي قصي نروح نعايد امهاتنا. تفضل. اخ يا حسرتي اللي ما اجاهن اولادي عايدوهم. بتعرفي رولا، بنت عمي تجوزت وقت كانت بعمرك وضلت سنه الله ما طعم اولاد، فجوزها جن جنانه عليها وبيت حماها كمان، والكل اصر انه تروح تشوف دكتور، وجوزها هددها قال لا اذا ما راح تجيبي ولد بدي احرق قلبك واتجوز عليك ثلاث نسوان. عامل مسكينة يا حرام، راحت وشافت دكتور وحللت وما طلع معها شيء، بس وقت واجهته لجوزها انه هو السبب عصب وجن جنانه عليها وراح ضربها على بطنها وخلاها بحياتها ما تجيب ولد. الله لا يوفقه. صحيح ولا انتي وقصاي ما وصيتونا على شي بيبي صغير هيك كربوج يفرح قلب امك وامه؟ ها؟ ما بدك تشربي قهوة؟ رح قوم حط الدولة على النار. يا ياسر يا كريم. اهلين عمي قصاي. اهلين عمي. الله يسلمك، شلونك؟ ان شاء الله في شيء؟ والله بيعطيني عمي. وين ما عم شوفك والله عم بشتاق لك يا رجل. عمي انا من البيت للشغل من الشغل للبيت، هي ما عم نعمل شيء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو لك عمي قصاي، شايف جايب هدايا؟ اكيد كيس لامك الله يطول بعمرها، وكيس لحماتك عمره ولا ما هي؟ يعني شوفت عينك اليوم عمي، عيد الام وما حلو ما نعيدهم. عمي قصي انا شايف بين ايديك كيسين، الثالث وينه؟ الثالث؟ ليش الثالث عمي؟ عمي قصي انت صحفي كبير ومثقف، يعني ما لازم تفوتك هيك شغلات ابدا. بس ولا يهمك، يعني اسأل عمك أبو ليلى، إيه هو بيقلك وبيعلمك وبيدلك على الطريق الصح. اسألني. وإيسا إنك عمي، لمين التالت؟ الكيس التالت لك عمي قصي، لمرتك لما نسيان إنك متزوج أنت. عمي بس نحنا يعني لهلا ما خلفنا ولا لك. آخ آخ، قدي بدكم فت خبز حتى تتعلموا؟ شوف عمي، شغلات النسوان بدها خبرة، يعني أنت لازم تجتهد على حالك وتصير خبير من هاي الناحية. إذا بدك رأسك ما يجعك وتفوت على بيتك بخير وسلام، بتزت حالك بتجيب كيس ثالث مثل هدول بالضبط، وبعدين بتفوت على البيت. والله بهي معك حق يا عمي، روح اسناول لي كيس وريح رأسي طول النهار وبتلاقيه قد الدنيا. إيه عمي، إيه عمي، يلا ارقد. يلا بالإذن. هذا لحياتي وقلبي والصمصين تبع الروح. كل عام بخير. انت بخير. شو حلو هدول ثلاث شغلات نفس اللون وهاند ميد، فتلت السوق كله لحتى لقيته. ان شاء الله يعجبه لماما. لك الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا قلبي. يلا اذا بدك غسل ايدك لانه الاكل صار جاهز. نعم قصي. شو روح؟ هلا انا عم فكر السنه الجايه مثل اليوم كون ام. عندك
يلا. الله يسلم هاليدين. الله يرضى عليكم إلهي. آخ يا ريت كل يوم عيد الأم مشان تجوا لعندي كل يوم. توصي لي عملت عمي. ماما ما دق لك أحمد ولا كالعادة ما اتصل؟ لا يعني بكرة بعد بكرة بدق لي لأنه ملتهي بالجامعة. حاجة بقى جامعة عم تدليلي كثير ماما. كل سنة عم ياخذها بثلاث سنين حاجته بقى. ماما قالوا لها الأم مين أغلى ولد عندك؟ قالت لهم الصغير ليكبر والغايب ليحضر والمريض ليشفى وأنت وأخوك بالنسبة إلي ساتكن صغار بكرة إن شاء الله بس تصير أب وصير على إيدك ولد بتحس فيني. تسلميني ماما. آمين يا مرت عمي بس أنت قليل يا قصاي. يلا ماما تفضلي روحي كل عام وأنت بخير. لك إن شاء الله وأنت بخير. والله ما بدي منكم شي جيتكم أحلى هدية. ماما شوفي يا حبيبتي هي تنقيت رولا. الله سلم ايديك يا رولا من طول عمرك مزوقة ان شاء الله برد لك اياها وقت بصير على ايدك ولد ان شاء الله مرت عمي. ماما نحن لازم نروح حبيبتي بكير بدنا نروح نعايد حماتي. لا اذا هيك ما لي كلام بقى. ايه بس ماما مو بالبيت راحت هي وريما يتعشوا برا. ايه خلص معناتها ما لكم كلام منو قومي لنجهز العشاء. يلا مرت عمي تركيهم تركيهم ماما هون يتسلى فيهم بعد العشاء. اهلا وسهلا بماما تفضلي. يسلموا ايديكي. قلت لحالي بلا ما اعذبكم تجوا لعندي على البيت لحتى تعطوني الهديه. أنا جاية جاية وبدي أروح لعند الكوافير وبعدين معزومي على المطعم. قلت بمرق لعندكم باخذ هديتي وبطلع. مع إنه هيك قصي رح يزعل كتير. كان حابب هو يجي لعندك ويهديك إياها. يا حرام معلش لسه المناسبات جاية. تفضلي ماما عقبالي 100 سنة. ميرسي. على فكرة قصي فتن السوق لحتى يلاقيها. يسلموا إيديه. ما عجبك كأنه؟ عجبتني بس عجبني أكتر الخاتم اللي جاب لي إياه لؤي جوز أختك. يقبر قلبي ليكي ما أحلى. شوفي بيعبي العين والإيد ذهب وألماس موصوف. اي حلو. بعرف أنا مو أكلي هم الخاتم أنا أكلي هم أولادك. لك قديش بدهم يستحوا قدام أولاد أختك. صحي قليلي مخبيتين شي؟ قولي على قامتي ما يكون ما بيجيب أولاد بتكون كملت معك. يلا أنا تأخرت بدك شي؟ خليكي اليوم نتغدى سوا قصي بيفرح فيكي. لا حبيبتي معلشي الشوفير ناطرني فوق. يقبر قلبي لؤي لك حاطت لي سيارة تحت خدمتي ما بيخليني امشي خطوة. يلا بخاطرك. لحظة ماما نسيتي الهدية. حبيبة قلبي كيفك طمنيني عنك ان شاء الله منيحة. الحمد لله وصهرك ان شاء الله تمام. الحمد لله هو منيح كمان. الحمد لله الحمد لله. بتعرفي توقعتك اليوم تجي تزوري رولا لانك ام الذوق كله. ايه تقبريني شو بدي ساوي انا بجي بزورهم شوف اذا ناقصهم شي لازم شي حرام عرسان جداد وبعدين ما بدي اعذبهم يعني بما انه عيد الام ما بدي اياهم يجوا هن يتعذبوا. اجيت انا لحالي شو بدي ساوي. يلا ما بدنا نشيلهم همنا. طول عمرك بتفهمي بالاصول. طيب شو رايك مدام وصلتي وصلتي نفوت نشرب فنجان قهوه؟ ايه لا دخيل عينك انا متاخره كثير. ليك الشوفير فوق عم بيستناني وبنتي كمان عزمتني على الغداء. شو بدنا نساوي؟ هيك الام بدها تضلها بين بناتها رايحه جايه مثل مكوك الحايك ما بترتاح ابدا. لا اذا هيك معناها معك. ايه سميلي يلا الله معك. الله برعيك. الله معك. الله يا سوسو قطعتي لي قلبي. احكي بقى. خلص رولا خلص مشان الله خليني ساكتة. ما بدي احكي. انا خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. طيب هلا انا مو مثل اختك يعني اذا ما حكيتي لي لمين بدك تحكي؟ والله انت ما في منك واعز ان شاء الله. لك هذا ابو وسيم. شو بو؟ امبارح قلت له لك يا حبيبي لك انا والله ما في تحليل ما عملته كل شيء طلع سليم. لك بدي جي ولاد. لك بدي يصير يعني وسيم عن جد. عم قال لي شو قصدك يعني؟
قلت لك يا حبيبي روح، بركي بدك تحليل، روح حلل، بركي فيك شيء. انت طرفيني وقال لي اسمعي وليه، انا رجال وما عندي شيء، وان شاء الله عمرك ما يصير عندك اولاد. خرب بيته هيك قال لي؟ لك الله وكيلك هيك قال لي. لك هو اصلا لو كان بيحبني كان لحاله طمن وطمني. طبعا. هلا انت رولا لو طلبتي منه لقصي هذا الشيء يا ترى بيروح بيحله؟ طبعا بيروح، ما قصي بيحبني. ايه الله لا يحيجك حبيبتي، مو مشان شيها بس مشان ما تنصدمي. معقول؟ معقول ما يحله؟ لا معقول انصدم؟ بيبير انت قد ايه بتحبني؟ انا؟ يا لطيف يا لطيف. لك روحي انا اذا بدي لك قد ايه بحبك يمكن ها بعد سنه سنه ونص مخلصه. هيك هلا عن جد عم تحكي قد ايه بتحبني؟ بحبك اكثر من روحي. يعني اذا طلبت منك طلب بتلبي لي اياه؟ حبيبتي انت ما بتطلبي، انت بتأمري امر. طيب معناتها بكره اول ما بتفيق الصبح بتروح لعند المخبري وبتعمل تحليل خصوبه. نعم؟ ومين قالك انه انا فيني شيء؟ بيبي انا ما قلت انه فيك شيء، بس يعني انا هيك حابه، بدي اعرف ليه لهلا ما حملت. ابصر ليش؟ بكره بيطلع السبب قصي، تكرمي انا اللي بحلي، ومن بكره الصبح رايح حلل، ومن بكره الصبح بتقولي لها لامي انه جوزي حبيب قلبي ما عم يرفض لي طلب. صباح على خير. انت من اهله. شو دخل ماما؟ هي منيح لي ما سألني على هدية. ماما لو ما كان في شيء ضروري ما كنت بقول لك تعال، يعني ما كان بينحل على التليفون. ماما شبيك لو انه ريم ما لدقت لك انت رحتي لعند ركض. بتعرفي شو؟ اساسا انت ما بتحبيني، بتحبيني لؤي وبتعامليه كانه ابنك، وريم ما بتحبيه مشانه، اما انا ما صدقتي انت تخصي مني. طولي بالك توبريني، طولي بالك. لا تعصبي توبريني، عادي عادي عادي، والله انا جاي مشانك. شو صاير معك؟ شو صاير معي؟ يعني انت ما انتبهتي انه انا لهلا ما حبلت؟ بلا ملاحظه، بس قلت لحالي ما رح احكي، ما بدي اتدخل حتى ما يتضايق الاستاذ قصي. ايه هو هيك هيك متضايق. ليش متضايق؟ مين عم يقرب عليه؟ ما حدا عم بيحكي معه، ليش لحتى يتضايق؟ يا بعدي ليش متضايق؟ لاني طلبت منه يروح لعند المخبري ويحل تحليل الخصوبه. انا كمان بدي اعرف حالي ليش لهلا ما حبلت. ما في رجال بيقبل يعمل تحليل خصوبة ورضي يروح يعمل تحليل؟ ما بعرف، أنا فقت الصبح وما لقيته. قومي جيبي لي هالتليفون وحكي معه، إذا ما عمل تحليل خصوبة أنا دباره عندي، شو لك ها؟ معيشة كفقر وبعازة وبعدين ما يكون يجيب أولاد؟ لا حبيبتي، قومي تقبريني، قومي تحركي ورجيني طولك وخليكي رافعة راسك، قومي قومي. هذا اللي كان ناقص. هلكتني بالتحليل ها؟ يا الله منك يا قصي، بس بدي اعرف شو صار بالنتيجه. قصي وينك لهلا؟ ليه عم تفصلني؟ حبيبتي شو بك معصبه؟ الواحد بيقول كيفك يا روحي؟ اشتقت لك، بموت عليك، هيك يعني الحديث. كيفك يا روحي؟ اشتقت لك، بموت عليك، خلصني شو طلع بالتحليل؟ حبيبتي فيك تقولي لها لأمك إنه أنا سليم 100% والعيب مو مني، وهدول التحليل بأثبتوا هذا الشيء. شو قصدك يعني؟ العيب فيني أنا؟ لا 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 مو هذا قصدي. شو لك عم تقصد؟ ولا عم تلمح إنه بدك تتجوز علي؟ لك يا عمري مين بدك؟ لك خلص ما تحكي ولا كلمة، ولك حرام علي عم تقابله فيني حرام؟ يا روحي أنت فهمتي غلط الموضوع. تخيل
تخيلي يا ماما هو هيك قال لي. لك انا ما بكفيني يلي فيني، ما بكفي شو عم بيصير معي. ماما شو بيقصد انه انا ما بجيب اولاد؟ انت عم بشوم علي. ليكو شرف الاستاذ، رجع بحاكيكي باي. حقك علي وانا اسف اذا فهمتي يعني كلامي غلط، بس هي القصه كلها غلط يعني. والعالم شو دخلهم فينا نحن اذا جبنا هلا اولاد ولا اجلنا؟ تقبريني خلاص، لا تزعلي مني. روحي، كم ولد بدك؟ كم واحد؟ خلص تقبريني وخلص هيك يعني، روقي مشان اقول لك شو صار معي اليوم. ما بدي اسمع شيء، ورح اترك لك الغرفة ترتاح فيها لحالك. يا عمري بس فهمي علي، والله ما قصدي انا. ما بدي. روحي. روحي. يا عم تبكي عمري. دوبريني خلاص، خلصينا من القصة بقى انسيها. خلاص حبيبي. الله يرضى عليك. شو شو فارقة معك؟ اه؟ لك تركتني زعلانة وفتت نمت، كيف مشي من قلبك؟ لك قول حرام يا مرتي، عندها مشاعر، لك عندها أحاسيس، لك ما بكفي إني أنا ساكتة وعايشة بالحياة الزفت معك، لك ما عم بطلب منك حتى ولا شيء، ولا عبني أو لأزق، وصلت معك تعيرني إني أنا، أنا ما بجيب أولاد. مو هيك؟ شو لكان؟ ليه قصر؟ إذا في ببالك وحدة أو عم تشوف حدا من وراي قلي، لك قلي، بس لا تتعامل معي بهذا الأسلوب. لك تقبريني يا عمري يا روحي، لا أولى ولا تانية، أنا بحبك بموت عليك، أنت كل الحياة تبعي، بس أنت وقتها فهمتي الموضوع غلط. يعني أنا ما عم قلك أنه أنت ما بتجيبي أولاد، أنا عم قلك أنه يعني أنا سليم والله ما طعمنا لهالدرجة، يعني لهلا ما طعمنا، عرفتي كيف؟ تقبريني. لا 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 لا، روحي روحي. تحذري شو بهي المناسبة مشان فرجيكي انه انا سادة وبحبك وماني زعلان، رح اعزمك على اهم بيتزاي باهم مطعم بيتزا بكل الوطن العربي. عجبت لك التكيفكم جاهزة. يلا ولا فيوز. وحياتي وحياتي عم قلك وحدة وحدة صح. بعد انا طيبة يا البيتزا كتير طيبة عن جد. دوريني انت هيك بس ادعيلي، ومو بس رح اشيكي ورح غديكي وفطرك اي شي بدك اياه بالكون. الله يرزقك خير. امشي خير من جمال. خليك هون خليك هون. صلك شي حبيبي؟ سلامة قلبك سلامة قلبك. صلك ولا يهمك ولا يهمك. لا ولا يهمك، بس ديروا بالكم تاني مرة تكون رجلو صلى شي. شوفي صار شي؟ ولا يهمك ولا يهمك، تفضل ارتاح ارتاح. صلك شي حبيبي؟ سلامة قلبك، ديروا بالكم كمان اولاد صغار يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. شايفين روحي شايفين؟ الله ستر الولد، كان خبط راسه بالكرسي وخلص نقصي كلياتها وقع صغيرة. ما بدك الهاد ولا انت حبيتها للام يعني؟ لك طب حبيبي بدك تحبها لانه هي ولاده بتجيب اولاد، مو مثلي انا اللي ما بجيب اولاد. لك انت ليش قاعد معي؟ ما زالك بتحب الاولاد هالقد وبتعلق فيهم، كيف بتحملني؟ فهمني كيف. هدي 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 شو صار؟ وزعيلي يا حبيبتي الله يرزقني مشان عشيكي وغديكي. انت ناوي تطققني؟ انت ناوي تطققني؟ شو صار شو صار؟ ولا كلمه. وين رايحه؟ تعي شركه. لا تاخذونا بس هيك. حلو يعني هذا التصرف قدام العالم ها؟ حلو؟ لا تصرفاتك الأحلى حبيبي. لك شو كنت تفكر حالك عم تعمل يعني؟ بدك تورجي المخلوقة إنه أنا مجنونة؟ ولا إنه أنت بدك أولاد وأنا ما بجيب أولاد يعني؟ ما عم نخلص من السيرة؟ داخل إيه منا؟ أنا بالنسبة لإلي ما بدي أولاد. بالله؟ وأمك اللي عم تجيب السيرة كل ما رحنا؟ إن شاء الله يا ابني بشوف السنة الجاية على إيدك ولد. شو يعني هذا الحكي؟ آه؟ لك أنا بقصة لإيدي، إذا مو كل ما رحت لعندها عم بتزن على فوق راسك وتقلك إنت بدك تطلقها وروح اتجوز عليها مشان الولاد. يا حرام عليكي،
امي عم تحكي هيك؟ اختي انا بالنسبه لإلي بعد بدي اولاد، ارتحتي؟ لا ما ارتحت وما رح ارتاح. منيح؟ لا تلحقني خصي، نام برا حبيبي احلالك مشان تحلم براحتك بالصبي وامه. اصلا هون اريح لي. اريح لي هون واريح لامي. شو بكي شو بكي إلي؟ شوفي شوفي فاي عم بتلاقي نفسي ومتضايقة كثير. في لعية؟ ايه. في دوخة؟ كثير. أكيد هذا غريب. أنا دقت الدكتور. ألو شلونك دكتور؟ ايه قصي أنا. الله يخلي لي إياك. آسف عم دق بهذا الوقت، بس مرتي كثير تعبانة، في مجال تجي لعنا دغري؟ شكرا شكرا شكرا. الله معك الله معك. ماجي ما ماما كثير تعبانة. ليكو ليكو جاي الدكتور. روح فاي راسك فاي راسك. ايه ارتاح. الو شلونك ماما؟ شلونك روحي؟ يسعد لي صباحك. ان شاء الله دايما على طول. الحمد لله مبسوط. رولا طلعت حامل. الله يبارك فيك يا روحي. لا 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 تخافي حبيبتي، رح ريحها على الاخير. لا المشكلة بدي ارجع على البيت، واجيت لهون على الجريدة لحتى اخذ اجازة. ماشي يا عمري. الله معك روح. الله معك الله معك معك معك. ابو عبدو ابو عبدو تعال تعال. يلا جاي. حيل الغبرة هون عم تنظف الغبرة ابو عبدو؟ استاذ والله فاتحين شبابيك صايرة كل الدنيا. معقول هذا الحكي؟ بعتذر اسف اخر مرة. سيك حبيبي روح جيب لي حلو وحلي كل الشباب الموجودين هون، وبس ترجع بتروح لعند المدير بجيب لي اجازه وبتجي فورا. فورا استاذ حاضر. استاذ شو المناسبة الحلوة؟ ممكن اعرف؟ اسف انا يعني. رح صير اب. ايه شو استاذ؟ رح صير اب. ان شاء الله ليت والف مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقة يا استاذ يعني الانسان بتعرف والله حاسس حالي اجمل خبر بتسمعه بحياتي يا استاذ قصي. عن جد استاذ؟ صبي ولا بنت استاذ؟ والله لسه ما بنعرف يا ابو عبد. يلا ان شاء الله على خير يا رب يا رب دخيلك يا الله. صحيح انا شو جعبالي؟ ولد ولا بنت؟ لك ريتو الف الف مبروك ان شاء الله، والله فرحت لك من نص جوات قلبي. الله يبارك فيكي. بس وينك رولا؟ بدك تجهزي لي حالك من هون ورايح. على شو؟ على الحمل حبيبتي، على الحمل ووجع الحمل ووجع الظهر. يا حرام يا رولا، هذا حبيبتي قبل الحمل، بعد الحمل جهزي لي حالك على الواع والويع والرضاعة والاستفراغ وشي بلا عين نفس. وهذا جسمك حبيبتي كله بده يدعبل دعبلة. وقصي بدك تنسيه، بدك تبعدي عنه تماما لبين ما يكبر البوبو. والمشاوير حبيبتي رولا، المشاوير لسه ما حكيت لك عنها، هي بدك تقيميها من قاموسك تماما. يعني مين بده يجي لعندك وانت عندك ولد رضيع؟ ولعن مين بدك تروحي وانت عندك ولد عم يجعر كل شوي؟ يعني رولا القديمة بدك تنسقي لي اياها؟ بدك تستعدي لرولا جديدة تماما. امسكي حبيبتي. شوفي شوفي انا هلا صرت كثير منيحة وتنشطت. إذا بدك روحي لعند أبو وسيم مشان جهزي له الغداء. والله الحق معك، أنا ببقى حبيبتي بطلع عليك كل شوي. حرام. إيه دخيل الجمال أنا. أوتي أوتي أوتي. قلت لي أوتي أوتي. فرحانة يجيك ولا؟ كتير. لك عن حبيبي. مو انت اللي رح تحبل فيه 9 شهور، ولا انت رح ينتزع جسمك بعد ما بتجيبه. وبكره خذي يا رولا على قومي حفظيه وقومي نيميه وقومي رضعيه.
لكان وردة كتير كمان بس يكون مرضان وقوم يخدي لحالك لعند الدكتور. ليك بيبي قصي، موضوع الولاد والخلفة بدك تشيله من راسك. ها أنا قبل 3 سنين ما رح فكر جيب ولاد. عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك نترك بعض أحسن. بس أنت عجبك مو هيك بيبي؟ بديل الدبلي واطبع عجبينك هالقبلي هالليلة فيكي مكتملي وهيدا المطلوب. صرت رفيقة عمري وروحي الحبيب اللي بتسكن روحي اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب. بشعلك اصابيع العشرة انت بقلبي جوا وبرا بكره اسمك يحمل اسمي وتعمر بحياتي هالبسمة. حبك لدوب صار وقت بديل التبلي واطبع عجبينك هالقبلي هالليلة فيكي مكتملي وهيدا المكتوب. صرت رفيقة عمري وروحي الحبيب اللي بتسكن روحي اللي بتداوي همي وجروحي وهيدا المكتوب. انتي اغلى شي بحياتي رح حبك حتى مماتي رح بتكوني صدر البيت لاني هيك تربيت بهالقلب الطيور.